نرحب بأعزائنا من خلال برنامج الوجبة أو الويبة. طبعاً إحنا نكمل أيضاً موضوعنا اللي هو بنسحبكم سحب يعني طويل، هاي مثل ما قلنا الشوربات أو نقلناكم النقلة من الثجيل من العمارات إلى البيوت الشعبية. البيوت الشعبية معبة عندها اللي الشوربات الخفيفة ما فيها طبعاً أي تعقيد، تحضيرها ممكن تحضرها سابق يعني وجهزها على اساس ان تكون التسويه مالها ما تاخذ منك وقت، وهي طبعا تختار فيها الوقت لازم يكون على الفتره الاخيره. على الفتره الاخيره نحن الان كاستعراض للشوربه الاولى مختارين فيها طبعا نحن اللي هو السبانخ بالدرجه الاولى مع البصل مع ايضا الطحينه على اساس ان نعمل منها نوع من الصوص يكون موجود فيها، زائد البقدونس والكزبره، عندنا الثوم والفلفل والزنجبيل، عندنا ايضا الملح، عندنا الفلفل الاحمر، عندنا الكزبره، عندنا ايضا الكركم، وعندنا الفلفل الحار مقطع صغير طبعا، وعندنا الفلفل الاسمر موجود. الماء طبعا احنا او المرقه استخدمنا فيها طبعا مكعبات الخضار بما انها هي كلها خضار. الشوربه الثانيه عندنا الشعيريه طبعا مع الخضار والمشروم، مع الخضار والمشروم. طبعا الخضار احنا ما كثرنا فيها من الخضار كثيره، اللهم ان اخترنا فيها فقط البازيلا بتكون موجوده مع المشروم ومع الشعيريه. طبعا الحاجات هذه اللي هي بتنقلي هاي تقريبا يعني بتستوي في اثناء الطبخ، وهي طبعا ما بتكون بارزه الا الشغلات الثانيه اللي يكون لها بروز في شكل الشوربه. الشوربه هم مستخدمين بها طبعا ورق الغار، وعندنا الزنجبيل، وعندنا ايضا الثوم، الكزبره والبقدونس، عندنا اخذنا بعض من شعيرات الزعفران، الاعشاب العطريه، وعندنا الكزبره والبقدونس زائد الفلفل زائد حبة البركة. طبعا كلها يعني عاملينها تحميص بسيط جدا وبنستخدم ان شاء الله اليوم، واعشاب عطرية اخرى اذا حبيت تحط هذه او تحط الاعشاب العطرية على راحتك انت، شو الحاجة اللي انت تختارها في الشوربة هذه. طبعا المرق طبعا مكوناته من مكعبات الخضار موجودة. عندنا الشوربة الاخيرة وهي موجودة، احنا مختارين فيها طبعا البصل الابيض، البصل الابيض معاه الزنجبيل معاه الثوم معاه اللي هو الكرافس، ايضا مستخدمين فيها البقدونس والكزبره والبصل الصحيح، وبس فقط مستخدمين فيها ايش؟ استخدمنا فيها الكستر. الكستر لونه يعني لما نحطها يكون لونه اصفر تقريبا على اساس انه البصل ابيض يعطي بس شكل ولون. بنستخدم فيها ايضا اللي هو الصوص. الصوص هذا ماخذ من مرقه المحار، زايد عندنا اللي هو التمر الهندي، التمر الهندي التمارين مع الملح مع الخل، هو طبعا احنا طلعنا الصوص هذا، وعندنا ايضا الملح، وعندنا الجرفه او هي الدراسين، عندنا الفلفل الابيض، وعندنا ايضا الهيل، وعندنا الخبز طبعا اللي هو محمص بالشكل هذا مع الاعشاب العطريه، طبعا للتزيين على وجه الشوربة. آخر حاجة مثل نفس الخطوات اللي احنا كنا نستخدمها، نضع أول حاجة الزيت قبل أن نشعل النار على أساس أنه ما يبدأ مكوناتنا اللي عندنا الموجودة تحترق. نقرب البصل لنا والثوم والزنجبيل، بنضع طبعا البصل المفروم والزنجبيل او الثوم والزنجبيل، بعدين نشعل النار ان شاء الله عليه. نحركها لغايه ما يبدا يذبل، احنا مصغرين على اساس انه ايش يكون عمليه السوى ماله سريعه. وطبعا البصل والثوم والزنجبيل اذا كان مفروم ناعم ما يحتاج كثير من التقليه،
نبدأ نضيف جزء من الطحين. مع تحريكها أيضا. نقلل النار شوي على أساس أنه أول ما يبدأ يتمازج مع بعض يتشكل عجينة. نبدأ نضيف الماء. مع التحريك فترة لفترة. في نفس الوقت الآن نبدأ نحط أو نختار من البهارات مجموعته. الفلفل الأحمر نحط قليل جدا على أساس أنه عندنا أيضا فلفل أحمر صاحي. الكزبرة بالكامل مو مشكلة. الكركم أيضا نختار جزء منه. الفلفل هذا اللي هو حامي ما أقدر أحطه كله بالكامل على أساس أنه اللي ما يفضل مثلا يستخدم فلفل زيادة لا يحط فيه زيادة، إلا إذا كنت تفضل الأكلات اللي هي ساخنة. نبدأ نحرك الخليط بالكامل. أول ما يبدأ يغلي بنحط عليه بقية المكونات. نروح للشربة الثانية. نضع أول حاجة الزيت. ناخذ البصل. البقدونس والكزبرة. أو الزنجبيل والثوم. ناخذ أيضا الكرافس. ناخذ أيضا البصل الأخضر. نبدأ الآن نشعل النار. طالما أن يكون يعني الحاجات ناعمة تسيء بسرعة. نفضل طبعا الشعيرية تكون موجودة الآن تاخذ طعم بالصورها ونكسرها. نبدأ نضيف لها الماء بعد ما نبدأ نحركها بالكامل مع الخليط بهاي الصورة. ممكن أيضا نضيف المشروم. ناخذ تمازج الآن نضيف الماء ونتركه يغلي على أساس نحط الحاجات الناعمة بعدين. الأمن نستخدم فيه
السبانخ مع تحريكه. الآن بالنسبة للكزبر والبقدونس ما بيكون طبعا لها شكل، إلا نحطها فقط للطعم. أتركها تغلي قليل على أساس إنه نشوف الشوربة الأخرى. نبدأ نضيف الآن مكونات ثانية، معجون طماطم أو تستخدم الطماطم اللي تكون مطبوخة ومنزوعة القشر، ورقتين من الغار، الأعشاب العطرية قليل جدا، ما تحط فيها كثير على اساس انه ما تغلب الالوان او تغلب الاطعام. بالنسبه لي طعمه قوي. كركم، ناخذ اللي هو الاعشاب العطريه، احنا قلنا لكم بالنسبه لاختياركم حسب ما انتم تفضلون، فيها كثير من الاعشاب او تختار واحد أو اثنين حسب رغبتكم. حبتين من الهيل، ونبدأ نحرك الخليط بالكامل لغاية ما يتمازج مع بعض البعض ويعطينا الشكل أو الشوربة اللي احنا نبغي نعملها. بعد ما مزجنا كل الحاجات نبدأ طبعا نحركها بصورة مكررة على أساس أنه اللي تحت يظهر اللي فوق، اللي فوق يظهر تحت، على أساس أنه ما يكون حاجة في قاع الجدر أو حاق الحلة اللي نسويها. نحن طبعا لغاية ما يبدأ أو تبدأ الشوربتين تستوي أو يعني تتجه إلى النضوج نترككم إن شاء الله الفاصل ثم نعود لكم معنا. يعني الآن تقريبا شوربة السبانخ جاهزة، خليها إن شاء الله على جنب على أساس أنا بس الحرارة فيها. نستبدل المكان، نشتغل على الشوربة الثالثة، نطفي النار أساسا نقرب حاجاتنا جنبنا. الشوربة الحمراء تقريبا قبل أن نطفي على النار بنكون نوضع على اللي هو البازيلا وخليها تطبخ معها مع مراعاة تقليل الحرارة أو النار. حاجة بسيطة باقي من الوقت. عندنا الشوربة الأخيرة اللي هي شوربة البصل أو حلقات البصل مع ثوم وزنجبيل والبصل العادي زائد الكرافس اللي موجود والحاجات اللي هي بنضيفها كمكونات تعطي شكل للشوربة. أول حاجة مثل كل خطوة
بنستخدم فيه إن شاء الله حلقة البصل بالكامل المسلوقة هذه. بنضع جزء من البصل العادي، زنجبيل، وناخذ الثوم بالكامل له، بعدين الكرافس. نبدأ الآن نشغل النار عليه. نبدأ نضيف الآن المرق. بعد أن أضفنا المرق نبدأ الحركة، يعني لازم يكون مثل ما قلنا احنا أي شوربة لازم يكون مكوناتها الأساسية تكون موجودة وبارزة على أساس تعطي شكل ولون. نبدأ نطفي النار زيادة عليها. نستبعدها شوية. نجيب الثاني اللي هي الشوربة اللي مكونة من السبانخ والخضار. نضف وجه الصحن. ممكن تاخذ بس قليل من الكركم بهالصورة على أساس نعطيها لون بسيط جدا. هاي الشوربة الأولى، هي شوربة السبانخ مع الخضار. أول حاجة اللي موجودة في الجدر ناخذ المشروم مع الشعيرية. هاي الشوربة الثانية، هاي الشوربة ممكن يعني تختار معها الخبز أو إنك تقدم معها دجاج. الدجاج يكون مشوي، ممكن بعد تختار أيضا اللي هو الرز تحطه جنب المشوي اللي أنت عملته على أساس إنه يكون مكمل لهذه الشوربة. نعطيها بس شوي قليل من الكمر بس تكون مكمورة. نحن لغاية ما تستوي الشوربة الأخيرة وتكون جاهزة إن شاء الله نترككم لفاصل ثم نعود. بقوا معنا. بس نرحب بأعزائنا من خلال العودة عليكم إن شاء الله. الآن تقريبا مثل ما احنا ملاحظين بدأت تتكثف، لأن احنا وضعنا فيها إيش اللي هو استخدمنا فيها الكاستر زائد البصل. هي تقريبا الآن جاهزة،
حاليا انا نحضر صحن تقديمه. نبدأ ناخذ المرق، مثل ما قلنا هي الشوربة مستخدمين فيها الكاستر زائد البصل زائد الخضار اللي أعطتها نكهة. الآن وجدنا اللي موجود مثل ما قلنا، بنستخدم صلصة اللي هي من مكونات البحار والصورة هاي تقريبا. يعني الآن الشوربة الأخيرة موجودة وجاهزة بالصورة هذه، هاي صورة النهائية. نتمنى للجميع إن شاء الله أكلة طيبة ويقدم معها الخبز طبعا بالصورة هذه، أو أنك تحطها على وجه الشوربة على راحتك، أو تستخدم الخبز هذا أو تستخدم معها جنبها رز أو تستخدم أيضا مشويات، فهي كلها طبعا تكمل الموضوع بالكامل. الشوربة الأولى طبعا مثل ما قلنا استخدمنا فيها السبانخ بالدرجة الأولى اللي على اساس انها تكون خضراء، واستخدمنا للتزيين اللي هو الكريمه، واستخدمنا الثانيه المشروب مع الشعيريه زائد قليل من الخضار، وطبعا يقدم معها اللي هو دجاج مشوي او يكون صدر يعني او لحمه مشويه على راحتك انت حسب الذوق اللي انت تختاره. الشوربه الاخيره طبعا من حلقات البصل زائد الحاجه اللي حطيناها مع الاعشاب العطريه، وزائد ايضا استخدمنا فيها الكستر، ونستخدم جنبه اللي هو الرز الخبز المحمص. ممكن تحمص الخبز بالاعشاب العطريه، ممكن تحمصه ايضا مع قليل من الثوم، فانت حسب الذوق اللي راجع لك. والخبز طبعا اللي موجود بانواعه تختار انت من هذه التشكيله. وان شاء الله نتمنى انكم تكونوا تابعتونا حلقه عن نقطه بنقطه الى ان وصلنا الى هذا الشكل اللي احنا اخترنا لكم اياه، وان شاء الله بالهنا عليكم، ونلتقي وياكم في الحلقه القادمه. شكرا.